اللي بشوفه الوقت ان الزينه يعني ما بقتش زي زمان. الزينه الوقت يعني كل بيت مثلا بيروح عامل فرعين قدام بيته. زمان احنا كنا متربيين في مناطق شعبيه، كان الزينه في 15 شعبان بالظبط تلاقيها من اول لاخر الشارع، لدرجه ان صوتها بيعمل لك مزيكا كده من صوت الزينه. الجديد بقى ان بقت دعايه ما بقتش زينه رمضان، يعني تلاقي بريل منزل دعايه عامله زينه، مش عارف بيبسي منزل دعايه عاملها زينه، فدي مش دي الزينه اللي اتربينا عليها. زمان كنا بنمسك الورق نقصقصه بايدينا ونرسم فيه نجوم ومش عارف ايه وبالنشا ونلزقه، كنا بنقعد مثلا اسبوع نجهز في فروع الزينه. دلوقتي لا، دلوقتي الزينه حتى الجاهز دلوقتي تروح تشتري العود بتاع الزينه وتربطه وخلاص كده، هو هي دي فرحه رمضان بالنسبه لنا. احنا في رمضان بنجيب زينه كده جاهزه، بعد كده بنعلقها في الشارع عندنا، بتعمل منظر حلو جميل. هي التانيه دي اللي هي الزينه الجاهزه بتبقى ما بتجيبها جاهزه كده ما تبقاش فرحان لما انت بتعملها، اما لما يبقى في كذا عيل كده مع بعضينا، واحد يقطع واحد يربط وكده واحد يناول، تبقى احلى. زي ما ابويا الله يرحمه علمني ازاي احترم اللي اكبر مني، علمني ازاي استقبل شهر رمضان، علمني ازاي احس بان انا يعني اعمل حاجه جديده ما اشتغلش على التقليدي، انا بحاول اعلم ابني نفس الكلام.